عنك. يا هلا يا هلا. هلا هلا هلا. اهلا اهلا بيحيى. روحي عنك يا يحيى. نفسيتك كيف ان شاء الله؟ مستعد ل 130 باذن الله. باذن الله يا رب. طيب ايش تتوقع انه سبب دخولك ال 130؟ ما اعرف، لكن شفنا ابداعك فوق المسرح. الله يكرمك. يمكن ايضا انا قصرت بشكل يعني في مساله النشر الروابط التصويت. جميل. تكاسلت شوي ويمكن هذا اثر علي كثيرا. تبي الجواب يا عبد الرحمن؟ عطنا. هذه ندى مانع القحطاني تقول يحيى كان تقديمه جميل جدا بس ظلمه تصويت الجمهور. وانا صحيح. وانا عم. طيب يحيى ايش في نفسك كذا تقول هل التصويت يعني شويه غير انك تلعب كره يعني مجحف شويه؟ ليس مجحف، لكن اتوقع انه الانسان لو اشتغل عليه بشكل جيد ممكن يطلع بنتائج كويسه، لكن لو اهمل او اتوقع انه ما راح ياثر هنا بتكون الصدمه يعني. طب انا بس لك سؤال وتجاوب. لنفترض لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله انه فريقنا كان الاقل اليوم وخيرنا بين الثلاثه، تتوقع بنختارك ولا بنسحب عليك؟ سؤال يعني، او بنخلي الاختيار للجنه؟ او ارى انه موقف صعب بالنسبه لي. انت شوف نفسك بين الثلاثه. لكن 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 ان شاء الله ما راح اقدمه اليوم يثبت اني استحق البقاء. اشتغل على نفسه بس ترى جواب السؤال اللي كنت بسالك بقول شو التحدي اللي بتقدمه اليوم؟ ويبدو انه تحدي قوي ولا لا؟ باذن الله باذن الله انا قد الرهان يا رب. كفو والله. الله يكرمك. بس في شيء بسيط تفضل. انا اتمنى يعني الاستاذ يحيى انه يشتغل بالفعل التصويت، لانه حرام موهبه زي هذه نفقدها صراحه. الله يكرمك. يعني انا اشوف انا والله الفريق الاخر، لكن انا بالنسبه لليحيى راح اسوي مكياج بس. انا اشوف ان الشباب اللي ينافس على الاول كمان اقرا الهاشتاج ينافس على الاول، هو مو صراحه يجلس ولا يمشي، لازم ينافس على الاول. من الله يسوي من اول من اول ما شاء الله تبارك خبره مو قصور من الشباب، لكن صراحه فعلا السلام عليكم. الله يوفقك. والله تفاجات جد حصلت لي الله يكرمك. المفروض من الشباب اللي يشاركوا. الله يكرمك. لانه صراحه رجل عنده يعني. السلام عليكم. اتمنى نطلع عنده. طيب الله يسعدك يحيى. قيم نفسك من 50 في اخر دقيقه كذا، في اخر نص دقيقه. اللي قدمته سابقا؟ اللي قدمته اخر مره. اي والله. يعني ممكن 45. 45 شكرا لك يحيى. الله يسعدك. على فكره انا ودي بس اقول للجمهور. حلو. اذا بغيتوا يحيى يستمر يعني لازم تشتغلوا معه بصراحه. جميل. الله يكرمك. شكرا لكم. الله يسعدكم يا جماعه ويسعد